خير يا هشام؟ ابويا جراله حاجه؟ لا ابوكي زي الفل. اقعدي اقعدي يا رحام، انا اللي هجرالي. بقول لك ايه، انا عايزك تصرفي لي في نص مليون جنيه. نص ايه يا حبيبي؟ نص مليون جنيه. نص مليون ايه وانت بتكلمني عن 10,000 جنيه؟ ده مبلغ كبير قوي يعني يا هشام. انت هتغلبي يا رحاب، الله تصرفي، يا اخوكي في زنقه. لا طبعا صعبه قوي، ايه اللي نص مليون جنيه دي؟ ليه بس؟ والله يا هشام يعني من ساعه ما رحيم خرج من السجن وسيد منشفها عليا على الاخر في الفلوس. بقول لك ايه، ما تكلم رحيم اكيد يقدر يتصرف يا اخويا. لا رحيم عنده بلاوي وانا يعني هزودها عليه. انا جاي اكلمك انت. الواد ده ايه اللي جابه هنا؟ انطاي انت اللي جابك هنا غلط. طب يا رحاب انا هعدي عليك في وقت تاني يا اخي. مش مش طب مش بكلمك يالا؟ انت عايزني امد ايدي عليك تاني؟ نعم ده مش شايفك اصلا يا ابني. انت مكتوب دكر في البطاقه غلطه. انا هوريك مين الدكر. بس 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 عشان خاطري بس، استهدوا بالله استهدوا بالله. بس غور في دهب. في غور بقى ببوزك ده. امشي 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 يا هشام عشان خاطري. لا انا هقعد لغايه ما اطمن عليك. هموتك. امشي يا هشام. بقول لك غور يا هشام. امشي ابوس ايدك ابوس رجلك. غور بقى. مالك الحياة؟ اسمعي كلامي، دي عيلة زبالة. وأن تتولى مسؤولية تنفيذ الحكم على الطفل الوحيد بدر السيوفي مؤسسة المرج لرعاية الأحداث. صباحيا بقى. صباح الفل يا باشا. خير يا متولي. الامانه بتاعتك وصلت. اخلص. الحقيني يا دكتور، الحقيني يا دكتور. ابوس ايدي ابوس ايدي، خليهم يسيبوني، انا ما عملتش حاجه. اللي انت حبيبته ده يا بني ادم. حبيبت اللي اتفقنا عليه، مش دي البنت اللي انتوا عايزينها يا رحيم باشا؟ حصل خير يا متولي. يعني ايه حصل خير؟ انت مش شايف هي عامله ازاي؟ احنا جايين ندور عليها ولا نخطفها يا رحيم؟ ما اول ما شافتنا طلعت تجري. كنا المفروض نعمل ايه؟ نطبطب عليها. اتكل على الله متولي وسيبها لي. ربنا يديك الصحه يا باشا. امشي يا متولي. انتوا هتعملوا فيها ايه؟ هو انا عملت لك ايه يا دكتوره؟ انا عملت فيك ايه عشان تعملوا فيها كل ده؟ ما تقلقيش يا لميا، مفيش حاجه هتحصل لك طول ما انت معايا، ما تقلقيش. انا مش عايزك تقلقي. هتكلم معاكي كلمتين وهتروحي الحسابين. اهدي يا لميا اهدي. احنا مش هنخلص من قصور البلطجه والخط بتاعك ده يا رحيم. كله هيخلص لما تظهر براتك. كنت هربانه ليه؟ اقعدي اقعدي. انا ما كنتش هربانه، انا ما كنتش هربانه يا دكتوره. انت اكتر واحده عارفاني، انا لا يمكن اضرك ابدا، وخصوصا بعد اللي عملتيه. كنت مستخبيه في السويس بتعملي ايه؟ ايه القصور ده يا رحيم؟ لميا انت ليه هربتي بعد اللي حصل؟ انا ما هربتش صدقيني، مش بايدي. بابا اول ما عرف ان حضرتك اتقبض عليكي قال لي انت لازم تسافري وتسيبي الشغل لحد الموضوع ما يهدى. بس مهروبك ده خليت كل الدنيا تشك فيكي وخصوصا انا. معاكي حق، انا برضه حاولت اقول له كده بس هو ما صدقنيش. والله العظيم هو ده اللي حصل. والمفروض بقى تصدق اللي بتقوليه ده وتسيبك تمشي دلوقتي. اقسم لكم بالله هو ده اللي حصل. كفايه بقى يا رحيم. ممكن تسكتي انت بقى بت؟ وهتفتكر ان العياط والحبتين اللي انت بتعمليهم دول هياكلوا معايا؟ انت هربت ليه؟ انا مش هعمل لك حاجه، انا هاخد بالي وامشي واسيبك بقى للي جابوكي هنا يعملوا فيك اللي هم عايزينه. اللي انت بتقوله ده لميا لو حصل لها حاجه انا مش هسامحك العمر كله. هي في حاجه حصلت وقتها بس انا خفت اقول عليها. ايه هي؟ اتكلمي. مفيش، قبل الحادثه بيومين انا ركبت تاكسي وبعدين السواق دخل بيا في سكه ضلمه وحاول يتحرش بيا بس ربنا ستر، ربنا ستر، وعرفت اهرب منه وجريت ونطيت من العربيه وجبت حجر وخبطت في دماغه. وهربتي مش كده؟ هربت. وحصل ايه بقى بعد ما هربتي؟ لا ما حصلش حاجه، انا لقيت عربيه ماشيه على الطريق فشاورت لهم طلعوا ناس كويسين وروحوني. وايه علاقه كل اللي بتحكيه ده بقى بالمخدرات اللي لقيوها عند داليا؟ لا مفيش علاقه، اصل وانا بهرب الشنطه بتاعتي وقعت وكان فيها كل مفاتيح المكتب. وما قلتيش ليه وقتها؟ بصراحة خفت من الفضيحة، خفت لو بابا يعرف وبعدين يقعدني من الشغل، وخصوصا ان هو كان متضايق من تأخيري بره. وايه الفضيحة في كده؟
فضيحة لو أهلي يعرفوا، ونظرات الجيران ليا لما يعرفوا حاجة زي دي. وبعدين بابا لو عرف حاجة زي دي، ده مش بعيد يقعدني من الشغل خالص، ده مش بعيد يقعدني في البيت العمر كله. للأسف كلامها صح يا رحيم، أنا عارفة هي تقصد إيه. أنت حافظة نمرة العربية دي؟ يبقى بكرة الصبح تيجي معانا وتقولي الكلام ده في النيابة. لا، نيابة إيه؟ نيابة إيه يا دكتورة؟ أبو سيدك، والنبي يا دكتورة بلاش نيابة، والنبي بلاش يوديني النيابة. طب إيه؟ بلاش النيابة والنبي. إيه دي؟ والنبي يا دكتورة. إيه دي؟ أكيد هنلاقي حل تاني، ما تقلقيش. يعني إيه ما تقلقيش؟ الهانم دي هتشرف معانا لحد بالليل، وبكرة الصبح هنطلع النيابة، وده آخر كلام عندي، واتفضلوا جوه يلا. ما تخافيش يا لمي، ما تخافيش. أنا مش قلتلك 100 مرة الواد المعفن ده ما يجيش هنا؟ كان جاي يعمل إيه بسلامته؟ انطعي! ما خلاص بقى يا سيد، ده مهما كان أخويا، وبعدين هو جه وراح لحاله. لحاله؟ أخ إيه ده؟ كان جاي يسحب فلوس طبعًا، أنا عارف. عش أنا بقى أطفح الكوتة ويجي هو يشفطني. لا، أخوي الكبير جاي سهران من السجن. جاي مص شقة عمري وتعبي وشقايا اللي بتعبه من سنين علشان انتوا على زبالة. عينك مين اللي زبالة؟ بس يا انت قاط مش ناقص شغل عيال صغيرة. انا مش عيل صغير وعيلتي مش زبالة. بس يا زين، بس يا زين. لا زبالة، بتعالي صدك عليا انا قاط يا قاط، ده انا اللي مربيك وبصرف عليك وشايفك زي ابني. اوعى تكون فاكر اني مش عارف الفلوس اللي انت بتصرف منها دي تبقى بتاعت مين، ولا القصر اللي انت عايش فيه يبقى برضه بتاع مين؟ ايه ده؟ انت بتقول ايه؟ سيد، ده زياد يا سيد، ده زياد. انا زياد بني زفت. اطلع بره يا زباله يا قاطي، روح عيش مع الناس اللي بتدافع عنهم الزبال زيك، شوف هيعيشوك ازاي بره. لا لا زياد، لا يا زياد، لا زياد حقك علي. نحار، قسما بالله لو خرجت بره القصر ما هترجعي تاني. يلا بقى قالوا له كده ايه؟ افتح لي قلبك واحكي لي ايه اللي حصل بالظبط. حوار بقى ان الشركه دي بتاعت مراتك وتروح وقت ما تحب وتطلع وقت ما تحب ما يلزمنيش. يلا قول بقى وما تضايقنيش. احكي كده، احكي. يلا حبيبي، يلا يلا. انا قلت اللي عندي يا باشا. قلت اللي عندك. خلاص، يبقى انت اللي قتلتها ورحت هناك عشان تتاكد اذا كان في دليل وراك ولا لا. لا يا باشا، انا ما قتلتش حد. وجودك هناك ملوش معنى غير كده. نجادك في القضية دي تأبيدة. تأبيدة ايه يا باشا؟ لا، أنا هتكلم خلاص، هتكلم. اتكلم يا حبيبي، اتكلم. وارغي بس بهدوء، بالراحة كده. بص يا باشا، أنا كنت رايح المكتب عشان أصلاً كنت زارع كاميرا في المكتب. كاميرا ايه؟ ما أنا كنت حاسس إن أمينة بتخوني، عشان كده حطيت كاميرا في المكتب. بتخونك. والكاميرا دي فين؟ ما هو الباشا طب عليا قبل ما اخد الكاميرا. وحاولت تهرب. طب ما قلتش على الدليل ده ليه قبل كده؟ ده باشا انا فعلا خفت اقول لا تطلع بتخوني فعلا والبس القضيه. ما انت لبست القضيه فعلا. فين الكاميرا دي يا ابني؟ انت هاي زياد. ايوه ريم، ازيك؟ انا كنت عايز اجي لخالو رحيم. طب ما تيجي وانت في حد ماسكك. اصل انا بكلمه قافل تليفونه وانا ما اعرفش العنوان. هبعت لك اللوكيشن على الواتساب، لو ما عرفتش توصل هنزل اجيبك. اوكي زياد، وانت كويس؟ انا الحمد لله. سلام. ماشي، باي.